السلام عليكم مدرب السياقة بالغزي شعيب. نبدأ بالنصائح. أولا، فاش تيقرر السائق أو السائقة يسوقوا السيارة ديالهم، لازم عليهم ياخدوا دروس الدعم باش يكملوا التعلم ديالهم، وياخدوا هاد الدروس عن طريق أستاذ. ثانيا، فاش السيارة توجد قبل ما يسوقوها، الناس اللي عندهم بيرمي جديد مازال ما كملوش عامين، ملزم عليهم يعلقوا هاد البلاكة 90، لأن فيها مخالفة وتتعلق هاد البلاكة ديال 90 في اللور ديال اليسار ديال السيارة في الجهة ديال اليسار، وتتكون فوق البلاكة ديال التسجيل. إذا الجهة ديال اليسار فوق البلاكة ديال التسجيل باش تكون واضحة. كذلك الناس اللي عندهم بيرمي قديم وما عمرهم ما ساقوا، من الأحسن يعلقوا هاد البلاكة باش تنقص عليهم الضغط. هاد البلاكة فاش يشوفوها السائقين اللي تيكونوا وراء السيارة، تيكون ملزم عليهم يخليو مسافة الأمان وتياخدوا الحذر وتيبقاو بعاد باش ما يخلقوش مشكل الإنسان اللي تيكون عنده بيرمي جديد واللي معلق هاد البلاكة. إذا هاد البلاكة كتعلق في الجهة ديال اليسار فوق بلاكة ديال التسجيل. ثالثا، فاش السيارة توجد السائق أو السائقة ما يسوقوش في المكان ديال الزحام، يمشيو لمكان خالي ويتدربوا مزيان باش يعرفوا الميكانيزم ديال السيارة ولي ديمونسيون، يعني الأبعاد ديال السيارة، ويحفظها مزيان باش تجيه السياقة في وسط المدينة مرتاح. رابعا، ما خصش السائق أو السائقة يدخلوا وسط المدينة وباقين هما مازال ما تقنوش السياقة، تيدخلوا تدريجيا يعني في الصباح باش يعرفوا الطرقان والبلايك والضواو ويعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الخطر. اذا هاد المعلومات هادو ضروريين ياخدوهم السائقين او السائقات بعين الاعتبار وجدية. نمروا المشكل ديال الى سكتت السيارة في ستوب او في الاضواء الثلاثية يعني الضوء الاحمر، او الى اخطأتي في الفيتاس او الوقوف وسكتت السيارة في وسط الطريق. اذا فاش يوقع هاد المشكل، اكترية ديال الناس السائقين او السائقات فاش يوقع لهم هذا المشكل، مباشرة تيمشي تيخدم المحرك، يقدر الفيتاس يكون اون بريز يعني ديز برومي ولا دوزيام، اما الى ما بركش على لومبرياج تنقز ليه السيارة، ولا برك على لومبرياج مع الكلاكسون تيتدعق وتيبدا عليه ارتباك ما تيوليش عارف اش غادي يدير. اذا في هذه اللحظة هذه فاش يوقع لكم هذا المشكل، اولا ما تنسد ودني ما تنديها في حتى واحد، لان راه اي واحد مره من هذه المرحله. ثانيا، كنمشي ديريكت مول هاد سينيال دو ديتريس، هاد مثلث العطب تنضغط عليه، السينيالات تيشعلوا بربعه في هاد اللحظه. هادي السيارات اللي تيكونوا اللور تيبانوا لهم السينيالات شاعلين، اش يقولوا؟ تيقولوا هاد السائقه والسائقه بقى اون بان. اولا الكلاكسون ما تيبقاش، وتاخد الوقت الكافي باش تحرك السيارة. اذا فاش يوقع لكم هذا المشكل، ما تمشيش مباشرة تخدم محرك، خذ الوقت الكافي ديالك، خدم هاد السينيال دو ديتريس، وعاود الاقلاع الرازين الشبه السريع كما وريت لكم في الدرس الثاني. اذا الناس خصهم حتى هما يسعفوا فاش تبان لهم هاد البلاكة ديال 90، يعرفوا بلي راه هما مروا من هاد المرحلة. نعاود، الى وقع لكم هاد المشكل وسكتات السيارة في ستوب أو في الأضواء الثلاثية يعني في الضوء الأحمر، أو في وسط الطريق خطأتي في الفيتاس أو في الوقوف وسكتات السيارة، أول حاجة سينيال دو تيتريس تنضغط عليه وكناخد الوقت الكافي ديالي وكنعاود الإقلاع. إذا هاد النصائح هادو خصكم تاخدوهم بعين الاعتبار وبجدية. الدرس التالي تيتعلق بالإقلاع في رأس العقبة يعني ديماراج أون كوت. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.